أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو معاذ مصر من شمال سيناء، بعض الناس يذهبون إلى بعض من يزعمون بأنهم أولياء فيدخلون على مكان الألم ويزعمون أن ريق هذا الإنسان مبارك وفيه شفاء، ما حكم أيضا الذهاب لمثل هؤلاء؟ إذا كان هؤلاء صالحين في عقيدتهم ومستقيمين وذهبوا إليهم ليرقوهم الرقية الشرعية، إذا كان هؤلاء الأولياء صالحين في عقيدتهم ومستقيمين على دينهم، ذهب إليهم المريض أو المصاب من أجل الرقية الشرعية لأن يقرأ وينفث عليه من ريقه، هذا لا بأس به. الرقية الشرعية جائزة وهي من العلاج ومن الشفاء بإذن الله. أما إذا كان هؤلاء الذين يسمون بالأولياء فاسد العقيدة، يدعون غير الله أو يستغيثون بالأموات أو يعملون أعمالا كفرية وشركية، فإنه لا يجوز الذهاب إليهم، وليس هذا من الرقية، هذا من الكفر.